الاهلي اللي بينافس على بطوله الدوري والاسماعيلي اللي بينافس على الهبوط، مباراه تحكيميه على الورق صعبه، اختيار حكم دولي عشان مباراه كبيره. هنتكلم على الاخطاء على اللقطات التحكيميه ونتكلم عليها ونحللها مع بعض ونشوف النهارده طاقم التحكيم عمل ايه في المباراه. هنتكلم في الاول في الدقيقه 21 ومطالبه الاسماعيلي بركله جزاء، هنشوف اللعبه مع بعض. رامي ربيعه هل اخطا، دفع، مسك، عمل خطا يستحق عليه راي الاسماعيلي ركله جزاء؟ هنشوف اللقطه مع بعض. لما تبقى كوره بالمنظر ده بيني وبين اللاعب الاسماعيلي، الكوره دلوقتي بين رامي ربيعه وبين اللاعب الاسماعيلي، وفي احتكاك طبيعي جدا حصل، مفيش دفع من رامي، احتكاك ده احتكاك في الكوره، رجل رامي قدام سابقه لاعب الاسماعيلي، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه. الرجلين جنب بعض، مفيش حد عامل اعاقه، مفيش اي خطا، وبالتالي بنتكلم على لقطه تحكيميه، الحكم خد القرار الصحيح، استمرار اللعب كان قرار صحيح، مراجعه صحيحه من حكم الفار، مفيش ركله جزاء للاسماعيلي في اللقطه دي. بنتكلم على هدف الاهلي اللي تم تسجيله، عايزين نتكلم بس على لقطه عشان تبقى الناس فاهمه معانا. اللعيب اللي بره الملعب قانونا، اللعيب اللي لما بيخرج بره الملعب في اللعب لما بيخرج قانونا هو موجود على الخط، فاللعيب الاسماعيلي اللي بره ده اللي موجود خرج بره الملعب هو اللي مش فاهم قانون او مش عارف القانون. القانون انت لما تخرج بره الملعب انت موجود فعليا على خط المرمى، وبالتالي انت مغطي تسلل مع الحارس، وبالتالي بيرسي تاو موجود في موقف سليم، المراجعه سليمه، مفيش اي تسلل، اللي بيرسي تاو متغطي باثنين لعيبه، حارس المرمى واللعيب اللي بره الملعب ده هو اللي مغطي التسلل، وبالتالي مفيش تسلل موجود على بيرسي تاو، اثنين لعيبه مغطيين الحارس وثاني المدافع اللي هو اللاعب الاسماعيلي اللي بره الملعب، وبالتالي هدف الاهلي هدف سليم مفيش فيه اي تسلل. اللقطه دي كان طالب لاعب الاسماعيلي بركله حره مباشره، كان بيطالب لاعب الاسماعيلي بكارت احمر. الفرصه المحققه كل العناصر الفرصه المحققه موجوده ما عدا عنصر واحد ناقص في اللقطه دي اللي هو عدد اللاعبين. لازم يبقى عدد لاعب واحد بس اللي معايا يعمل خطا وبالتالي تروح الفرصه المحققه، لكن عندنا في لاعب ثاني من الاهلي على نفس الخط موجود هو ده اللي يقلل الفرصه المحققه من كارت احمر لكارت اصفر. اتفق مع حكم المباراه واتفق مع حكم الفي ار في المراجعه، وبالتالي الكارت الاصفر صحيح. اللعبه دي لعبه المباراه. بنتكلم في هدف الاسماعيلي اللي تم الغاءه في الدقيقه 55 بداعي لمسه اليد. اللعبه دخل الكره اتشاطت ومفيش تسلل، الكره دخلت هدف. اللقطه دي هي دي اللقطه اللي ممكن نتفرج عليها ونشوف في لمسه يد ولا مفيش لمسه يد. اللي ورا الجون هي دي اللقطه الحقيقيه اللي ممكن نحكم بيها هل في لمسه يد. اللقطه دي الكره لما اتلعبت في رجل اللاعب الاسماعيلي مفيش اي لمسه يد، فوجئنا بحكم الفي ار بيستدعي الحكم وبيجيب له لقطه اسمها لقطه خادعه في الفي ار. لما نيجي نتكلم في المحاضرات خلي بالك ان في لقطات هي لقطات خادعه، بمعنى ممكن تبقى الكوره على بعد متر متر ونص، ولما تحط ايدك قدام الكوره مع زاويه التصوير هيبان ان الكوره لمسه الايد. لما الفار يخطئ حكم الفي ار يخطئ ويجيب لك لقطه زي دي، انت كحكم تقول له لا هات لي لقطه ثانيه، انا بلغي هدف، بلغي هدف ده قرار كبير، وبالتالي لما تاخد اللقطه دي وتلغي بيها هدف فانا اسف ده تدريب قليل لحكم دولي وحكم في ار موجود. اي نعم حكم في ار صغير يعني بقاله سنه او سنتين في الدوري المصري حكم صاعد واعد، لكن لما حكم الفي ار يخطئ انا كحكم اقول له لو سمحت اديني زاويه ثانيه اتاكد ان في لمسه يد. طيب جابدين جهاد معلش انا لازم اقطعك، انا اسف معلش. دلوقتي في الفكره بتاعت الفار في اللائحه بتاعت الفار، هل مطالب الفار انه يعيد لقطه واثنين وثلاثه ولا هي لقطه من زاويه واحده وخلاص؟ هي دي برضه انا عايز افهمها، يعني هم دلوقتي هنا خلفوا القانون ولا براحتك بقى انت عايز تعيد من زاويه واحده من زاويتين من ثلاثه براحتك؟ هل في حاجه بتوضح او بتثبت او بتاكد انه لازم تبص على اكتر من زاويه؟ في بروتوكول الفار الحكم الفي ار بيجيب اللقطه الاوضح للحكم ان اللي تقول اللقطه انت اخطات في قرارك. طيب هو جاب لقطه الحكم ساعتها هو اللي بيسوق، الحكم هو اللي سايق اللقطه، هو اللي يقول لا سمحت هات لي لقطه ثانيه، هات لقطه ثالثه عشان اتاكد من القرار. ما اجيبليش لقطه واحده دي اسمها لقطه خادعه بالمنظر ده ان اقول فيها لمسه يد، وبالتالي يا كريم دي اللقطه دي لقطه خادعه، خد الحكم لقطه واحده وده خطا كبير من حكم المباراه زي ما هو خطا من حكم الفي ار ان اخد لقطه بالمنظر ده والغي بيها هدف، وهدف صحيح للاسماعيلي في قرار طبعا كبير ومؤثر على نتيجه المباراه. مفيش لمسه يد في اللقطه، اللقطه الاولانيه اللي ورا الجون كانت واضحه جدا ان مفيش اي لمسه يد، اللقطه دي الايد بعيده تماما عن الكوره، وبالتالي خطا كبير يا كريم النهارده بالغاء هدف الاسماعيلي الصحيح، مفيش لمسه يد وبالتالي خطا مؤثر على نتيجه المباراه النهارده. في لقطه ثانيه في الدقيقه 84 مطالبه لاعب الاسماعيلي بركله جزاء برضه تلاحم عادي جدا طبيعي جدا،
موجود في كره القدم، مفيش دفع، مفيش مسك، مفيش خطا على مدافع النادي الاهلي. هنشوف اللقطه مع بعض من اكتر من زاويه، يعني زاويه واحده برضو في اي لقطات نشوف زاويه واثنين وثلاثه نتاكد من القرار. اللقطه بالمنظر ده محمد عبد المنعم ما عملش حاجه، مفيش دفع، مفيش مسك، مفيش اي اعاقه حصلت، وبالتالي الاحتكاك ده موجود في كره القدم. استمرار اللعب باللقطه دي بنشوفها اكتر وتوضح اكتر الاحتكاك اللي حصل. الجسم في الجسم، مفيش اي اعاقه، مفيش هحاسبك على ايه، مفيش خطا انت اخطاته كمدافع. قرار الحكم قرار صحيح، الحكم الفار شاف اللقطه باللقطات دي كلها، وبالتالي قرر ان قرار الحكم قرار صحيح.